أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن ثورة 30 من يونيو شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر وشعبها الذي انتفض مدافعا عن وطنيته وهويته المصرية الأصيلة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو، أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة يونيو طريقا نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه ثم تنميته وتطويره. إن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 من يونيو طريقا نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن 21. وخلال السنوات الماضية استطاعت مصر بفضل الله ثم بإصرار الشعب وإرادته وحكمة قيادته وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة أن تحمي وطننا الغالي من الوقوع في هوة الفوضى والتمزق والصراعات. وفي نفس الوقت وفي ظل ظروف عصيبة وأزمات دولية متلاحقة، تمكنت مصر أيضا من وضع أسس متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم. فواجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاؤها واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه.